وقت من الأوقات الشعب التونسي انتخب نواب باش يمثلوه، باش يدافعوا عليه، باش يقفوا معاه وباش يراقبوا اللي صاير في البلاد. لكن للأسف بعد 10 سنوات نكتشفوا أنه فما نواب تتعلق بهم شبهات فساد في قضايا عدة. شنو تقول مدام؟ هو من اللي انتخبوهم، هما من اللي انتخبناهم. أنا بطيب، أنا ما انتخبتهمش، انتوكا ما يشملونيش بالنسبة لي. أنا الشعب فاق على وضعه، انتوكا حتى اللي انتخبوهم طلعوا فساد أكثر من فساد. ما ريتش البرلمان أختي، ما ريتش الهم العارك والضرب ومضروب، تقول حارزة نتاع حمامة، حمام من الآخر حمام. بالحق أنا فرحانة باللي صار، تونس التغيير اليوم إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يا ربي جريها على الصلاح، إن شاء الله ربي بعد علينا المناظر حشيك المقلبة هذوما. أون بو بلو، ما عادش نجمو نعيشو، ولينا عايشين في ضغط نفسي، حتى ميم حتى في ديارنا مع صغارنا في الشارع الكلنا وليت، حتى 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 الكوميونيكاسيون ما عادش نجمو نحكيو مع بعضنا، مستخيس اللي عايشين فيه الوضع. راهو الرئيس ماهوش يحب يسيطر على القضاء، هو بطبيعته الرئيس يحب يسرع في الملفات، خاطر فما ملفات تدخل في دهاليز المحاكم والواحد ما عادش تلقاها جمله، هذاك علاش الرئيس حاب يترأس النيابه العموميه، وهو عنده صحيح في هذا، صحيح في الحق هذا. وبالنسبه راهو برشا نواب كيما ذوما سيف الدين مخلوف وكيما شوقي طبيب وكيما واحد، كلها تتعدى على المحاكم، كلها تتعدى على القانون. إذا أثبت إدانته شد الحبس كما العباد الآخرين شد الحبس، إذا ما أثبتش إدانته يسيب على روحه. المواطنين في تونس كاملة كلها متساويين، كلها عندها نفس الحقوق، كلها عندها نفس المكاسب. أنا نتحاسب وعلاش ما يتحاسبش شوقي طبيب؟ وعلاش ما يتحاسبش سيف الدين مخلوف؟ وعلاش ما يتحاسبش الغنوش؟ 10 سنين العباد كرهتهم، كرهونا نتفرجوا، كان بلاتو سياسي نتفرجوا فما عباد ما همش محايدين. كان في البرلمان وكان تتفرج كرهونا، مرأة تدعثر في الكياس تسب الغنوشي، العباد كلها في القهاوي. وفماش انا ما شفتش تغطية، ما شفتش كيف يمشوا للشعب، يشوفوا الشعب شنيا في قرارة نفسه. أنا نفرح برشا اللي سايم فما فاقوا، برشا عباد فاقوا، والشعب التونسي فرح بقرارات سيد الرئيس. وأنا واحدة من الناس مبارك، مانيش حتى مع حزب، وعمري ما نخبت حتى الحزب. مي أنا وصلت في مرحلة فقدت الأمل في تونس، فقدت الأمل في كل شيء، حتى في وليت نعيش كئيبة على خاطر ما لقيت حتى حاجة تفرح، لا تعليم يفرح، لا تخرج لبرا باش تدور حاجة تفرح، الغلاء، العشرين ما عادش تقضي لك، العشرة ما عادش تقضي لك، تحس روحك ما عادش عندك مستقبل، عندي صغار نحس في روحي ما عادش قادرة إني أنا باش نوفر لهم الحاجات النسيسير، ماهمش الحاجات كبار، حاجات نسيسير، نحس في روحي أنا إنسانة ما عادش نجم، أنا ولا أي شعب، أي مواطن تونسي. هذه حكاية الفساد وفقنا بهم نواب وفقنا بهم، أما إلى متى فقنا بهم؟ أعطيني خويا العمل، أعطيني وريني شكون اللي فاز دخلوا الحبس. الشعب جاع اكثر في بلادنا، معناتها عباد، معناتها الكورونا كلت لنا قلوبنا والعباد ماتت بالشر. يزيني من فقنا بهم وفساد ومكافحه الفساد والنواب واعضاء مجلس النواب، هذم عباد ماهمش قايمين بواجبهم، هذم ما يتحرموش الشعب، ما يحترموش شعبهم، ما يحترموش معناتها النخب نتاعهم. يزيني بلا فقنا بهم، حط في الحبس اللي سرق، حط في الحبس. احنا ضد كل فساد، كل ما هو ينخر في البلاد احنا ضد هذا الكل، نحبوا بلاد جديده، مرحله جديده، وشعب التونسي فد سي فد يحب الفساد هذا يتنحى من البلاد، يحبوا ناس اخرين. كشاب تونسي كي تسمع انه شبهه فساد لرئيس مكافحه فساد، شو ما تقول؟ نقول العجيبه الغريبه في تونس، راهو نتوقعوا كل شيء، نتوقعوا كل شيء في تونس، كيما العباد اللي ماتت وسكتوا عليهم، كيما برشا حاجات شفناها قدام، كيف اللي قبل الواحد سحلوا نحوا له حويجه، هذه صارت غريبة في تونس، كان صارت في بلاصة أخرى ما تتعديش، فهمتني؟ يخلي تو رئيس مكافحة الفساد معناتها يلقاو عنده شبهة نتاع الفساد عادي جدا، خاطر كلها متواطئين، كلها عندها دخل في السياسة، النهضة أذرع نتاعها هي النهضة وقلب تونس، وإئتلاف الكرامة، والأحزاب الآخرين الكلهم عندهم أذرع في البلاد هذه، وكلها تمشي يخدموا في مصالح بعضهم، وحد ما هو متلفت للشعب. وهذه أغرب الوراء يعني لله، معناتها أكثر معناتها أقل حاجة معناتها اللي نجموا نفهموها، كيفاش رئيس معناتها كيفاش رئيس دولة، نقولوا نعطيه مثال، كيفاش رئيس دولة نجم يسرق؟ وهذا رئيس مكافحة الفساد ويسرق، فهمتني لالا؟ معناتها ما تجيش ساس في با. نقول الفاسدين هما اللي حطوه باش يغطي على الفساد نتاعهم، توا هما شكون كان شادينها؟ شادينها الفاسدين.
شكون باش يحطوا؟ باش يحطوا واحد نزيه توماتيك، ما باش يحطوا واحد فاسد باش يغطي على الفساد نتاعهم، يعني باش يجي الملفات نتاعهم هما يخدموا في بعضهم، هما اللوبيات تخدم في بعضها. هكا باش يحطوا وزير يلزم وزير يخدمهم، كان باش يحطوا اي انسان حتى ولو معتمد ولا حتى ولو شيخ باش يحطوه لازم باش يكون يخدم مصالحهم هما. هما ماهمش قاعدين يخدموا في مصالح الدوله، راه في مصالح المواطن، راه المواطن ما على بالهمش بيه، راهو هما اكثر فساد ساعه، دعاره، جعاله، كلوشارات من الاخر، سامحني في المصطلح اللي قلته، سوسون دي كلوشار دي سالو، ما يسواو حتى فرانك من الاخر. وفوالا انا فرحانه باللي صار، يمشيوا يحكيوا على الفساد وهما اكبر فساد، بطبيعتهم هما يبعدوا على الفساد ويقولوا للشعب لا للفساد ولا للظلم ولا ندرش، وهما ظلام، هما ظلام، هما فساد وهما سراق. والعيوب السبعة فيهم من الاخر. اليوم الشعب التونسي واقف وقفة حازمة ويراقب عن كثب في اللي صاير بالتفصيل. توانسة اليوم يقول لك يلزم التحقيقات الكل تصير، ويلزم الملفات ما تشدش الارشيف كيما العادة متاع المحاكم، وكل شخص سمح لنفسه أنه يتجاوز القانون ويمد يده على فلوس الشعب يلزم يتحاسب كيفه كيف غيره. لازم هو لازم باش تنظاف الدولة وباش نعيشوا في دولة ديمقراطية صحيحة، لازم تنظاف من الفساد، يزيهم ما عبوا، يزيهم ما سرقوا، يزيهم ما نهبوا، يزيهم ما ضحكوا على الشعب، يزيهم ما لعبوا مع على الشعب، يزيهم ما دمروا الشعب، دمرونا، دمروا شعب كامل، راهو شعب تونس كلها تمشي تلقاه 99% ولا تمشي تعدي عند البسيكياتر. 99% ولات مرضى، 99% ولاو يرقدوا بالحرابش. انا واحده من الناس مرضت تعبت، عندي ثلاثه صغار وليت نرقد بهم ونقوم بهم، خمم لهم في مستقبلهم، على خاطر ما قاعده نشوف ما فماش مستقبل، ما عادش فما مستقبل. انا من انتمي لحتى حزب، اما باش نقول كلمه في النواب العزاز الغاليين نتاعنا على 10 سنين هذم الفلوس اللي ضربوهم الواحد والشعب قاعد يموت، هذوما هم شنو الشعب؟ هذوما عذاب الشعب، نقول هذوما في العالم العربي في العالم الغربي، معناتها نائب شعب هو يمثل الشعب، يمثل فئه من الشعب التونسي، منطقه معينه ولا 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 ما نعرفش حي معين، يمثل الشعب مشاكله، كيفاش يعيش، عنده مشاكل ما عنده مشاكل، عنده باش يعدي، كي يمرض عنده باش يقري اولاده. هذوما النواب دخلوا للا يعبيوا في الفلوس والامتيازات والماكله في البيفات في المجلس النواب، فهمتي؟ الماكله والبرود والكراب والدنيا. هذيا ناس تتمعش من الدولة، كيف تتمعش من الدولة؟ من 2010 لتو، باهي، شنيا شادين؟ شادين في الديمقراطية، انتقال ديمقراطي، شادين في الفساد، محاربة الإرهاب، كنا عاملين فزاعة باش الشعب ما يخممش باش يطالبش بحقه الاجتماعي، باش ما يطالب حتى شيء. العديد من التوانسة يقول لك ملينا الشعارات الفضفاضة. ملينا الشعارات، نحبوا إنسان ينفذ، نحبوا نشوفوا الاستراتيجيين بتاعنا. راهو عندنا في الدولة ذي عندنا دي استراتيج، عندنا طب، عندنا محامين، عندنا كل شيء موجود عندنا في الدولة هذه، لكن نحن اللي يقرا نحطوه في تحت الحيط وتلقاه نيفو سيزيام ولا مواند باك موانديس، تلقاه في أعلى هرم السلطة، كما شفنا النواب سيزياماني، كما شفنا النواب كناتري. الدولة ذي بالرسمي دمروها، اشمعناها 6000 دكتور، 6000 دكتور يقرا باك بلس 8 ولا باك بلس 10 ومن بعد تلقاه مطيش تحت الحيط. اش معناه الناس راهو فقروها، راهو تدخل الحوم الشعبيه، شباب مشتها الشباب كلها مشتوا المخدرات والدواء والشراب، والواحد مشى الشعب مشى تهدم، الناس ما عندهاش تغطيه اجتماعيه، الناس تشوف تدخل الحوم، الناس بالرسمي ما عندهاش باش تعشى.